انا ما عنديش حتى لا كارت ناسيونال. وداوني الكلينيك، ولدت في احسن كلينيك. كيفاش داروا داكشي ما عرفتش. كيفاش ولدت البنت؟ ملي ولدتها حسيت براسي بحالي ما باغاش نعطيها، وفي الاخر بقيت كنقول مع راسي لا، ما خصنيش انا نشدها واش انا نقد بيها. كان عندي راه نمشي بيها ونمشي بيها نهار اللي رجع لدارنا عديها معايا صافي عطيها، وربي الا كان يكتب بينا باش يجمعني انا وياه، راه يجمعنا انا وياه من بعد. السلام عليكم، اليوم جيت نعاود لكم حكايه جديده، وكيف ما عودتكم متتبعين ومتتبعات قناه سمع حكايتي، كل يوم حكايه جديده ومعاناة وأهات وأحزان وألم جديدة، ولكن الحكاية ديال اليوم فريدة من نوعها. صراحة كتهتز لها المشاعر وكتقشعر لها الأبدان. شابة بسبب خطأ صغير دمروها عائلتها وتشردت وتبعت طريق الفساد. شابة اللي هزة حمل ثقيل على كتافها، ودابا كتقلب غير السلام عم عند الله لأنها تصابت بمرض خطير بسبب هذا المشكل. تبعوا الحكاية للأخير. سميتي عواطف، العمر ديالي 26 سنة، احنا غير البنات. تربيت في العروبية وسط عائلة محافظة متدينة بزاف. والدي ناس دراوش على قد الحال. تصوروا أن المسجد مبني حدا دارنا، يعني بالنسبة لعائلتي دارنا هي دار مقدسة، كنلصق ليها بيت الله اللي هو المسجد. عائلتي كيصليو منضبطين على الصلاة، علمونا الصلاة والدين والعبادة الحمد لله. قريت حتى الابتدائي، في داك الفترة اختي الكبيرة اللي كانت كتعاون الوالد ديالي في المصروف سهل عليها الله وتزوجات. الوالد ما كانش يقدر علينا كاملين. انا منين شفت اختي تزوجات والوالد في داك الحالة ديال انه ما يقدرش علينا كاملين، وقفت من القراية. قلت ليهم شوفوا لي حتى انا نمشي نخدم ونعاونكم ونعاون خواتاتي. وفعلا شافوا لي خدمه عند شي ناس، وكانت اول مره نجرب الخدمه ديال الديور. تمارا وتكرفيس بزاف مع العيالات، هاللي كتضربني، هاللي كتقطع لي شعري، هاللي كتكرفس عليا. كل مره كنتلاقى مع ناس في شكل، وتعذيب في شكل، ومعاناه في شكل. بقيت على داك الحال حتى كملت 17 سنة وانا باقا في الهم والتكرفيس غير باش نعاون والديا. واحد النهار مشيت نشوف والديا في البلاد، تلاقيت مع البنات. وكيف كتعرفوا البنات في العمر ديالي ومع سير المراهقة كنبقاو نتعاودوا. واحد بنت العائلة هي اصلا كانت كتسكن في المدينة وجات غير ضيفة، كانت كتكمي بالتخبيعية على عائلتها. هي كانت قالت لي بلي هي كتكمي، انا كنت معها داك النهار وكانت كتكمي معها، كانت كتثق فيا، خلات عندي الكارو ديالها. بقى عندي داك الكارو خزناه مع حوايجي ونسيتو، ورجعت نخدم عند الناس اللي كنت خدامه عندهم. وراكم عارفين غير ترجعي عند مولات الدار كتبقش لك حوايجك الا تكوني جبتي ليها شي حاجه. وفعلا بقشات لي حوايجي مولات الدار، وهي تلقى الكارو وراتو ليا وانا متصدم. الليل كامل وهي دايره ليا لونكيطون في قاني، وكتسولني وكتعاود واش انتي كتكمي وفوقاش تكميتي وهادي وهادي وديك. المهم هبلاتني، كنقول ليها ما كنكميش، وكنبكي وكنطلبها وكنرغب فيها. كنقول ليها عافاك لالا، عندك تقوليها شي حد في العائله راه غيقتلوني. في الصباح كي ناضت هي تعيط للوالد ديالي، قالت ليه شوف راه بنتك كتكمي وراني لقيت ليها الكارو في حويجها. دوزت ليا الوالده والوالد. الوالد ديالي بدا كيبكي وكيعاير فيا، بدا كيقول ليا الكلبه الممسخه المسخوطه، واش هذه هي تربيتنا فيك؟ حنا مبررين منك ما تجيش عندنا ونسي ان عندك والديك. ما عطاونيش الفرصه باش نشرح ليهم لا هو لا الوالده. هي هذيك مولات الدار قالت ليا ما يمكنش ليك تبقي معايا في داري، وانا ما يمكن ليش نخلي وحده كتكمي في داري، سيري في حالك. جرت عليا
عيت ما نشرح ليها والو، والمشكل انني ما نقدرش نبوح بالسر ديال البنت العائله. ما لقيت شنو نديرو، بقيت غير ساكته. صافي جرت عليا للشارع، ما لقيت لا فين نمشي ولا فين نجي. وهنا غادي تبدا المعاناه ديالي، وهنا فين غادي نتعذب العذاب الشديد اللي باقا متعذبه ليومنا هذا. خرجت للشارع كنبكي كنفكر فين غادي نمشي. وانا نتفكر اختي اللي مزوجه، مشيت عندها جلست عندها يومين او ثلاثه، وهي تقول لي شنو قررتي ديري، واش ما غاديش ترجعي لدارنا. الصراحه اللي فهمت من كلامها انني قنطتها، وواقيلا درت ليها شي مشكل مع راجلها ما عرفتش. هزيت راسي وتميت غاديه، قلت ليها غادي نمشي نقلب على خدمه. واول وحده قصتها مشيت عند واحد السمسره اللي هي كانت كتديني للديور. مشيت عندها وقلت ليها عافاك شوفي ليا شي خدمه من غير هاد الخدمه ديال الديور فيها التكرفيس وتمارو. وهي تشوف ليا خدمه في القهوه، كنت كنخدم سربايا. السيد اللي خدمت عنده في القهوه كان عطيني بيت انا وواحد البنت تما في القهوه، واخا ما كانش كيخلصني مزيان، المهم خدامه. كنت انا وواحد البنت كنا كنتناوبوا في الخدمه وغادي الامور مزيان، حتى لواحد النهار كان فيه الروبو ديالنا انا وداك البنت، وخرجنا انا وياها كندورو. بالصدفه كنتلاقاو بواحد المراه هي وبناتها. داك السيده من طريقه الحوار ديالها ارتحيت ليها، كتبان ليا انسانه دريوشه وحشوميه. جلست كنعاود ليها وعاودت ليها كاع المشاكل اللي طراو ليا، وهي تقول ليا عرفتي اشنو غادي ديري؟ قلت ليها شنو؟ قلت لي انا غادي نديك لداري تجلسي مع بناتي وراكي بحال بنتي. تصوروا سيده تاقت فيا وانا ما عنديش حتى لاكارت ناسيونال. قلت لي انا عندي غير البنات وانت غادي تكوني وحده منهم. وانا فعلا تقت في كلامها، مشيت هزيت حويجاتي من القهوه وخرجت مشيت لعندها. في الاول كانت كتعامل معايا بحال وحده من بناتها، الصراحه شحال وهي هزاني، ولكن حتى انا كنت فحله فين ما حطتني، لا في الشقه ولا في النقا ولا في الطياب. المهم هي هزتني من واحد الناحيه وحتى انا هزيتها. من كثر ما شفتهم كيفاش كيتعاملوا معايا هي وبناتها اعتبرتهم هما عائلتي. بقيت مده معاها وهي تقول لي راه خصك تتحركي وتشوفي لك شي خدمه. قلت ليها شنو غادي نخدم؟ قالت لي شوفي خواتاتك اللي هما بناتها يشوفوا لك شي خدمه معاهم في طنجه. وفعلا مشيت معاهم لطنجه وبديت كنقلب على شي خدمه ديال الحلال. اصلا انا كنت عارفه ما اش كانوا كيخدموا غير من لبسهم والطريقه ديال المكياج ديالهم، بصراحه كانوا كيفسدوا مع الرجال. انا ما عجبنيش طريق الفساد، قلبت على خدمه في واحد القهوه ودرت مع مولاها يخلصني كل سيمانه. داكشي اللي درت خدمت معاه سيمانه، الاولى ما بغاش يخلصني، قال لي شوفي جلسي هنايا تخدمي وتاكلي وتشربي ولكن ما غاديش نخلصك، حيت انا الصراحه ما كانش عندي حتى لاكارت ناسيونال وبنادم كان كيبغي يستغلني. انا ما بغيتش ورجعت كنبكي للدار عند دوك البنات وهما يقولوا لي اجي علاش اللي ما تجيش معانا. قلت لهم انا كيفاش غادي نجي معاكم؟ كيفاش نبقى نمشي مع رجل وانا اصلا مازال بنت؟ قالوا لي هي الله بدلي حوايجك وتقدي ويلاه معانا، راهم الرجال كيكونوا سكران. غير تقولي له راني باقا بنت ما غاديش ينعس معاك. فعلا لبسوني حوايج عريانين، صوبوا لي مكياج، مشيت معاهم لواحد الديسكو مع البنت اللي كتكون اول مره داخله لدوك البلايص، كتكون باينه وعاطيه العين. داك الليل كلشي كنحط عليا، وليت كل ليله كنمشي معاهم، ولاو عليا بزاف ديال الطلبات، كيعطيوني الفلوس بزاف وكندير معاهم جميع الموبقات الا العذريه ديالي كنت محافظه عليها. حتى لواحد النهار كنت مشيت مع شي رجال انا وحده من دوك البنات، مشينا مع جوج ديال الرجال لدار وحده. فاش مشيت معاها هي مشات مع داك الرجل وانا مشيت مع الاخر. قلت ليه انا باقيه بنت؟ قال لي واش كتضحكي عليا؟ واش كاينه شي وحده كتخرج وهي باقيه بنت؟ وهو يشدني وتكرفس عليا مزيان مزيان
اغتصبني بحال شي وحش، لدرجة جاتني ايموراجي. هو براسو تصدمت، خرجت وانا كنغوت وكندب حدي، حاسة براسي وحدة اخرى. تما تبدلت النظرة ديالي للحياة. داكشي اللي وقع ليا ما كنتش كنتصوره، حيت كان عندي امل نرجع شي نهار لدارنا وانا بشرفي وهز راسي. قلت من بعد والديا دابا ينساو داكشي اللي وقع. ما كنتش متوقعه اني غادي نبقى حياتي كامله غرقه في القدارة ليومين هذا. المهم هو فاش شافني كنغوت وقع وغرقه في دمياتي، خرجني من دارو ولحني في الدروج ولح ليا حوايجي بحال شي كلبه. هي شافتني هكذاك هربت وما عقلاتش عليا. انا كنت كنغوت وكنشوف شرفي ضاع ليا في لحظه، بنادم ما عقلش عليا غارقه في دمياتي حوايجي كلهم دم. خرجت بحال شي حمقى للشارع، وقع ليا بحال شي مصطيه. في الاخر رجعت للدار قلت ليها حشومه عليك، واش عجبك هادشي اللي وقع ليا؟ وفي الاخر سمحتي فيا بلا رحمه بلا شفقه ومشيتي. قلت ليا انتي ماشي اول ولا اخر وحده، راه منك عداء. قلت ليا باش انتي حسن مننا، انتي تبقي بشرفك وحنا نضيعوه. قلت ليا ما تخافيش دابا تعودي. بقيت شي ايام مريضه في الدار وكنفكر، ومن بعد قررت نخرج ليها نيشان. كل مره مع راجل في شكل، وكل مره قصاره في شكل، وكل مره وسخ في شكل. صافي حتى لقيت راسي مشيت في طريق الضايع وطريق الفاسد. الفلوس بكثرت ما كانوا عندي ما كنتش لاقيه ما ندير بيهم، لدرجه اللي دار فيا خير كندير فيه جوج، اللي عطاني حاجه كنعطيه عشرة. المهم انا اللي كنت كنصرف عليها، حيت هي كانت عارفاني شنو كندير انا وبناتها. درت بزاف ديال الموبقات وبزاف ديال الحوايج خايبين، ولكن الحاجه الوحيده اللي كنحمد عليها الله وكنشكرو هي البليه ما تبليت حتى بشي حاجه. كنت كنكمي وكنشرب وجربت جميع المخدرات، ولكن ما تبليت حتى بشي حاجه منهم. واحد المره تعرفت على واحد السيد، ما كنتش عاوده ليه كلشي بلي ديطاي، حتى سميتي كنت مبدلاها. صراحه ارتحيت ليه بزاف وكان معوضني على النقص اللي كنت عايشاه. بقيت معاه حتى حملت منه. والمصيبه الكبيره ان الدوره كانت كتجيني كل شهر وما تبدلت فيا حتى شي حاجه. حتى من اللوحم اللي كانوا كيهضروا عليه انا ما عرفتوش كيفاش داير، ما حسيت بوالو حتى الشهور الاخرين. وانا كنلقى راسي غلاضيت، ولكن غلاضيت غير من الجناب. حتى كملت 6 شهور عاد بدات كتبان ليا الكرش. حتى لواحد النهار وانا كنطيح ليهم خداوني للطبيب، قال ليهم الطبيب راه حامله ومع الارهاق ديال الحمل راه وقع ليها هكذا. بداو كيغوتوا وانا كنغوت، اويلي كيفاش حامله؟ قال ليهم الطبيب حامله بست شهور. صافي وقفت بيا الدنيا، ما عنديش حتى الحل باش نحيد داك الكرش. مشيت عند السيد قلتها ليه، هو يقول لي واش كتضحكي عليا، انت شحال كتعرفي من واحد في النهار وتجي انا تفلي عليا وتقولي لي انا حامله منك؟ وانا نمشي عند داك السيده اللي كنت عندها وانا نقول لها ليها. قالت لي شتي شنو غادي نديرو؟ غادي تقولي لي يعطيك الفلوس باش تحيديه. قالت لي غادي نكذبو عليه ونقولو ليه راكي حيدتيه ونعطيو لشي ناس يربيوه. وداك الشي اللي درنا، طبقنا داك الخطه. مشيت عندو قلت ليه فلان هاد الشي غادي يخصني الفلوس باش نزولو، وفلوس بزاف، سينو غادي نخليه وفاش غادي نولدو غادي نديرو له التحاليل وغادي يبان واش ولدك ولا ماشي ولدك. هو اصلا السيد كان خدام في المخزن، داكشي اللي دار عطاني الفلوس. ما مشاش هو معايا، ولكن صيفط معايا واحد خالو، ومشات معايا السيده اللي كنقول ليها امي. مشينا عند واحد الطبيب، عطاته هذيك السيده الربع ديال داك الفلوس اللي عطاني داك الراجل، وقالت ليه منين تخرج قول راك طيحتي ليها بنادم وانت ما غاديش تطيحه. وداكشي اللي وقع. صافي قال ليه راني حيدتو ليها، رجعت للدار بقاو مقابليني حتى شافوا لي المرأة اللي غادي تتبنى داكشي اللي في كرشي. داوني عند داك الناس اللي غادي نعطيهم التربيه، جلست عندهم في دارهم. صراحه الله فيا وتعاملوا معايا زوين بزاف، ما خلوني مخصوصه حتى مشي حاجه. حتى النهار اللي كيشدني فيه الوجع، انا ما عنديش حتى لاكارت ناسيونال،
داوني لواحد الكلينيك. واو ولدت ما عرفتش كيفاش داروا ليا كلشي جمعوه طواوه. المهم ولدت بنيه. فاش ولدت حسيت براسي بحال اللي ما باغاش نعطيها، ولكن فاش كنفكر كيفاش غادي ندير ربيها وفين غادي نربيها صافي قلت نعطيها. ويلا ربي كتب لي نتجمع مع بنيتي الحبيبه شي نهار اكيد غادي نتجمع معاها. صافي عطيتها ليهم وبقيت كنطلبهم وكنرغبهم باش يخليوني مره مره نجي نشوفها، حيت فاش ولدتها تعذبت بزاف وداكشي اللي دارت معايا السيده اللي عطيتها بنتي حيت كانت ظريفه والله يعمر هذا. بغات تعطيني الفلوس قلت ليها هادو مقابل بنتك، قلت ليها لا، قلت ليها ما تعطيني لا فلوس لا والو غير تهلاي ليا في بنتي. قلت ليا انا كنوعدك ما عمرني غادي نفرط فيها، والوقت اللي بغيتي تشوفي بنتك اجي شوفيها. بديت كنبكي وتا هي عنقاتني وبدات كتبكي وكتقول ليا ما عندكش علاش تبكي، بنتك غادي تشوفيها الوقت اللي بغيتي. صافي مشيت في حالي مع المراه اللي كنت معاها وخليت بنيتي لذاك السيده. بقيت هكذاك شي عامين كنت كنمشي نشوف بنتي وندي ليها حويجات. كنت فين ما كنمشي كنشوفها غدا وكتكبر. واحد النهار بغيت نشوفها واتصلت بالمرأة اللي عطيت لها البنت وانا نلقى الرقم ديالها طافي. اتصلت بها بزاف ولكن التليفون باقي طافي. منين مشيت لذاك البلاصه فين ساكنين لقيتهم رحلوا من تما ومشاو على برا المغرب، حيت هما اصلا كانوا عايشين برا المغرب وداك العنوان كان غير مزور ماشي ديالهم. صافي قطعت لي ياس من بنتي ورجعت للطريق الفاسد. غاديه وكنتكرفس، غادي وكنت شجر في طريق الفساد والقذارة، وزيدها كنصرف على السيدة اللي أنا معها وكنعطيها داك الشي كامل اللي كتطلبو مني. لقيت راسي تنسين وأنا معاهم وزايدين كيهد الدنيا في كل مرة كيقول غادي يمشي عند والديك ونقولو لهم هاشنو هاشنو كديري. لقيت راسي كنصرف على ناس ما كنعرفهمش خرجوني لطريق خايبة. أي حاجة بغاوها كياخدوها ليا، أي حاجة شريتها كياخدوها ليا، حتى من ذهبي الا كنت دايرها في عنقي ولا في يدي كيحق كياخذوه ليا. شتهم كيف بروفيتيو فيا بالمعقول هي وبناتها. واحد النهار جلست مع راسي وبقيت كنشوف، قلت دابا انا هاد السيده كون كانت بصح باغيه دير فيا الخير ما غاديش ديرو فيا بهاد الطريقه. هاديك كانت اصلا بغات دير الخير كون خدتني عند عائلتي وصلحاتهم معايا ودخل معانا بخيط بيد. السيدة كتقول لي انا درت فيك الخير ودرتك بحال وحده من بناتي ماشي بهذه الطريقه. صافي وانا نقول لهم انا غادي نسافر عند واحد صاحبتي نبدل عندها الجو حيت وقع بيناتنا واحد النقاش. صافي قلت لهم غادي نمشي عند صاحبتي ندوز معها واحد الشهر ونرجع. جمعت حوايجي ومشيت لواحد المدينه اخرى وبدلت نمرتي. مجيت لواحد المدينه كبيره وتعرفت مع واحد البنت. الصراحه المشاكل ديالها كيشبهوا المشاكل ديالي ولكن ماشي بزاف غير شويه. كانت عزيزه عليا ما كنتش معوده ليها كلشي بلي ديطاي، ولكن عاودت ليها واحد الجزء من الحكايه ديالي ومن المعاناه ديالي. الصراحه كان موس واحد كيدبحني انا وياها، كنا كندخلوا بزوج ونخرجوا بزوج واي حاجه درناها كنديروها بزوج. حتى جاب الله وتزوجات وربي سهل عليها ومشيت سكنت مع بنات وحدين اخرين. تلاقيت مع بزاف ديال البنات، وحده فيهم سرقاتني دات ليا 4.5 مليون خواتاتي وما قديت حتى نديكرا ليبيا، حيت قالت ليا انا اللي غادي نديكرا ليبيك جالسه معانا ما عندك حتى لا كارت ناسيونال ديالك. دازت هادي مشيت قلبت على سكنه مع وحدين اخرين، سرقوا لي حوايج وخلوني الله كريم. انا غاديه وانا كنت تكرفس وكنتجرج. تكرفست في الزنقه درت بزاف ديال الفساد، تلاقيت مع بنات اللي خرجوا عليا وبالفقصه مرت مرضى خايبه. مشيت للطبيب باش نتاكد نشوف شنو عندي، عطاني شي تحاليل باش يتاكد. قالوا لي رجعي من هنا 10 ايام خدي التحاليل. فاش خديتهم لا عند الطبيب ديالي باش يقراهم حتى كنتصدم كنلقى عندي كونسير في الدم. ويا خواتاتي كونسير في الدم، تصدمت بزاف ولكن ما تيقتش
كنقول كيفاش يكون فيا انا هذا المرض، ما يمكنش، انا باقا صغيره على هذا المرض، كيفاش غادي يجيني اصلا هذا المرض؟ كذبت راسي والطبيب، اضطريت انني نمشي عند طبيب واحد اخر باش نتاكد، وبصح لقيت نفس المرض. تما تاكدت ان فيا هذا المرض، وحاولت انني نبدل فيا بزاف ديال الحوايج، ما بقيتش كنخرج مع الرجال بزاف، ما بقيتش كنهضر مع الناس، اغلب الوقت بوحدي، رجعت كنتقرب من الله، وليت كنقلب على اي طريقه باش نخدم وناكل بالحلال. منين رجعت كنجلس مع راسي، ندمت على بزاف ديال الحوايج، وبكيت على بزاف ديال الحوايج، وحاولت نصلح بزاف ديال الحوايج، بغيت نمشي نتصالح غير مع عائلتي، نصاوب غير وريقاتي، بغيت نيت باش نتعالج. وانا دابا بغيت غير نرجع لعند عائلتي، ولكن خايفه، خايفه بزاف. كنت دوزت 3 سنين وتواصلت مع واحد عمتي، كان الرقم ديالها عندي، منين عيطت ليها بدات كتبكي وقالت لي عافاك بنتي رجعي عند والديك، رجعي راهم غادي يحماقوا عليك وراهم كيسولوا عليك، على الاقل اجي غير صوبي وراقك. بدات كتسولني فين كاينه وشنو كتخدمي، قلت لها عمتي انا كاينه غير مع شي ناس دايرين فيا الخير. وهي تقول لي والجمعه بعدا شي فلوس لوالديك باش تجي عندهم، وانا نقطع عليها، عرفت انهم غرضهم غير بالفلوس، ما عندهمش غرض بيا. انا زدت حقدت على الناس، على البشر، حقدت عليهم هما وعلى راسي. انا دابا مريضه بالسرطان ومريضه نفسيا، البنت اللي ولدت خداوها ليا، حاسه براسي قد ما انا زايده في هاد الدنيا، وربي كيعاقب فيا وكينتقم مني، عايشه بدون هويه، عايشه انسانه مجهوله في الدنيا، ورقي ما عنديش، يتيمه بوالديا، بعائلتي، وما عندي حتى شي واحد. كنحس بالناس كلهم كيخافوا مني، حتى من البنات فاش كيشوفوني ما عنديش الورق ما كيتيقوش بيا، وكيبقاو دايرين مني الاحتياطات. دابا خوتي ما نكذبش عليكم، انا ندمت بزاف، كنصلي وكنطلب الله الليل والنهار غير يسمح ليا، ودابا شحال من مره كنفكر غير نمشي عند والديا نطلب منهم السماحه، ولكن اشبن من وجه غادي نمشي عند والديا؟ هما نهار الاول تبراو مني على قارو، دابا الا ساقوا الخبر انني درت هذا الشيء كامل شنو غادي يديروا معايا؟ خايفه بزاف من رده الفعل ديالته مع العروبيه اللي ساكنين فيها، وهذا الشيء نتوما عارفينه، العروبيه امي ليها دايرين بحال العائله، تقاربين بزاف، كلشي كيعرفوا على بعضياتهم. كنخاف نطيح ليهم السمعه ديالهم ونحط ليهم وجههم في الارض، واخا هما ذنبهم كبير عليا، نهار الاول ما شدوش بيديا وما حاولوش يسمعوا مني، هما اللي السبب في الضياع ديالي وفي الدمار ديالي، وانا كما كان الحال راهم والديا، ما عندي حتى شي واحد في هاد الدنيا خوتي، ما عندي حتى شي واحد، لا ام لا اب لا خوت، حتى بنتي اللي ولدتها من كرشي ما بقاتش معايا، بوحدي في الدنيا ومجهوله الهويه، ما عنديش حتى لاكارت نمشي ندبر نخدم على راسي، ما عنديش لاكارت، حتى شي واحد ما يخدمني بلا لاكارت. انا دابا عايشه معذبه بزاف ومريضه ووحيده وما عندي حد من غير الله وانتم متتبعين سمع حكايتي، اللي شاركت معكم الاحزان ديالي والمعاناه ديالي اللي باقيه كنعيشها لحد الان. وانا كنطلب من المتتبعين المتتبعات اللي بغى يعاونني باش نتصالح مع والديا وباش ندير غير ورقيه، يتواصل مع صاحبه قناه سمع حكايتي وتعطيكم النمره ديالي وتواصلوا معايا. الحق اللي باغي يعاونني في سبيل الله ماشي يضحك عليا ويتفلى عليا، راه بركه عليا الضحك الدنيا اللي ضحكت عليا، يعني بركه عليا. نتمنى ان شاء الله تدعيوا معايا ربي يجمعني بوالديا، خايفه نمشي ونلقى شي واحد فيهم مات، اكبر هاجس في حياتي انني نمشي ونقول لي باك مات ولا امك ماتت ولا شي حد من خواتك ماتوا، خايفه انا بزاف، ما بقى عندي التواصل حتى مع شي واحد، ما كنعرف عليهم حتى شي حاجه المدة ديال 9 سنوات وانا غايبة على دارنا، هما ما كيعرفوا عليا حتى شي حاجة وانا كذلك. وانا دابا بغيت غير نرجع عند والديا باي طريقة، نطلب منهم السماحة، حتى هما خصهم يطلبوا مني السماحة حيت هما اللي دمروني وخرجوا عليا. انا مسامحة لهم، مسامحة لهم من هذا المنبر، وكنقول لهم الله يسمح ليكم، الله يسمح ليكم حيت كنتوا سبب في المعاناة ديالي. انا اصلا ما حسيتش لا بالحنان ولا بالاهتمام، الوقت اللي كنت انا محتاجه فيه الحنان
والحضن الدافي ديال عائلتي، كنت كنخدم في الديور وكنتكرفس على قبلهم وهما، وفي الاخر بسبب غلط بسيط ماشي انا اللي درته تبراو مني وقالوا لي انت ماشي بنتنا. شنو غادي تنتظروا من وحده كبرت غير في الزنقه مع الناس؟ انا راه ما كبرتش مع والديا، انا راه كبرت غير مع الناس في قساوه الحياه. الدنيا كانت قاسيه عليا بما يكفي. دابا كنطلبكم الله يرحم ليكم الوالدين، دعيوا معايا باش ربي يجمعني مع عائلتي وما لقاش شي واحد فيهم مات. الله يرحم ليكم الوالدين، طلبوا لي الله وطلبوا معايا الله لعلكم تكونوا نتوما اقرب من الله مني انا. كما قلت لك اختي صراحه ما كره زعما شي حد اللي يقرا القصه ديالي ويعاونني زعما يقول لي شنو خصني ندير واش نمشي عند عائلتي ولا ما عرفتش. ما دابا تلفت ما بين المرض ديالي اللي انا مريضه، ما بين عائلتي اللي انا خايفه نمشي لعندهم. صراحه ربي لعن بيا وحيره، ما عرفتش شنو خاصني ندير. وكما ورد على مسامعكم الطيبه خوتي وخواتاتي متتبعين ومتتبعات قناه سمع حكيتي، اختنا عواطف اللي فتحت لينا قلبها، وهذه كانت قصه من اكثر القصص اللي اثرت فيا وبكاتني. هدرت معها شخصيا، عواطف اللي كلها براء رغم الاخطاء اللي وقعت فيهم ورغم المحرمات والمنكرات اللي دارت. من حسب حتى شي واحد، ربي هو اللي كيحاسب وكل واحد وظروفه. الانسان ما حدو عايش في الدنيا يقول الله يستر ويطلب السلامه من عند الله. انا كنترجاكم خوتي خواتاتي تشوفوا في هاد البنت بعينين الرحمه وتحاولوا تعاونوها غير باش ترجع عند والديها، على الاقل تقاد الوريقات ديالها. ربي يسهل عليها بشي ولد الناس اللي يجمعها مسكينه من الشارع متشرده ومريضه، خصها ضروري شي جمعيه ديال السرطان باش تتبع معها. البنت باقا ساكنه غير في الشارع، ولو انها ساكنه وفي الدار وداكشي، ولكن كما كتعرفوا طريق الزنقه خايبه بزاف، طريق الحرام خايبه بزاف، طريق الشوك خايبه بزاف. ما كرهاتش بنت مريضه وما قداش تخدم، بنت مريضه حتى الفساد ما بقاش قادره تفسد. نتمنى ان شاء الله من الناس اللي كيسمعوا هذه الحكايه الا ما قدرتوا ديروا حتى شي حاجه فقط بارطاجيو على نطاق واسع، ربما توصل الحكايه ديالها للناس اللي قدروا بعد على الاقل يصلحوها مع والديها وديروا ريقتها تبوتيه باش تولي انسانه معروفه الهويه، لان لحد الساعه مجهوله الهويه والشابه عندها 26 سنه. الله يجزيكم بخير، بارطاجيو هذا الفيديو وما تنساوش ديروا واحد التعليق للاخت وتنصحوها وتقولوا لها شنو دير، لانها متردده، مره كتقول نمشي عند والديا مره كتقول لا لانها خايفه. ما كرهناش شي حد يعني يكون من اهل الدين ويدخل ليها مع والديها باش يسمحوا ليها. ربي سبحانه وتعالى وكيغفر الذنوب، شكون حنا اللي ما نسمحوش؟ والبنت راه باغا تتوب، البنت باغا ترجع لطريق الله، خصها اللي يشد في يديها. الله يرحم ليكم الوالدين، وشكرا لكم بزاف وتحياتي ليكم. ودائما قناه سمح حكايتي ماشي للفرجه بل للعبره، الخاص مفتوح للجميع، وقناه سمح حكايتي كترحب باهاتكم مشاكلكم احزانكم وحكاياتكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء بفيديو اخر باذن الله. السلام عليكم.